حافلة المواطنة بأخ بيكو وهي اللي كانت عبارة عن فقرات جد ممتازة ورائعة تعبر عن المواطنة وخلقات إعجاب كبير من الأطفال واللي شارك فيها اللي مغير شوية على الأجواء اللي كيعيشوها في حفلات أخرى وحافل نجح 100% وشفنا بالأطفال. في صلاح الدين مدير مخيم الصحيحات ذهب اليوم مرت حافلة المواطنة بأخ بيكو وهي اللي كانت عبارة عن فقرات جد ممتازة ورائعة تعبر عن المواطنة وخلقات إعجاب كبير من الأطفال واللي شارك فيها تقريبا 460 مشارك وهذا ما يدل على الروح الوطنية اللي تتعرف هذه الفقرات ديالها وكانت إقبال وإعجاب من جميع الأطفال وكنتمنى لهم استمرار ويستمروا ويعودوا يرجعوا عندنا مرة. السلام عليكم، معكم القائد ياسين حياني الدريبي، قائد في منظمة استكشاف أشكال المغرب. هذا النهار شفنا حفل واحد نوع آخر اللي كيكون فيه تنشاط الأطفال واللي شافوا الأطفال معهم واحد الجو اللي مغير شوية على الأجواء اللي كيعيشوها في حفلات أخرى حافل نجح 100% وشفنا بلي الأطفال كانوا فرحانين وتبقلا على المنشطة ديالنا. والسلام عليكم. السلام عليكم، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله، وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.